عن طلاب راح اجزء لكم المحاضره حتى تسهل عليكم من تقروها وتسهل همينا بالرفع من تحملوها من النت. لابراتوري دايجنوستكس هسه راح اخذ التشخيص المختبري للانتاميبا هيستولايتيكا. خلينا نتفق من البدايه، كل تشخيص مختبري راح يتضمن لي اكثر من نوع من الاختبارات. اول اختبارات انا اللي راح اسويها دايركت مباشره اللي هي التصبيغ، واللي انا اسوي سلايد اسميها السلايد وهمينا اسميه الكالتيفيشن. الاختبار الثاني سيرولوجي اللي هو المصلي، انا اسحب دم من البيشنت واروح افصل البلازما عن السيرام، عن المصل اللي هو احنا نسميها السيرام، وراها مباشره اروح اشوف الاختبارات اللي انا اسويها له. اخر شيء الاختبارات اللي هسه هي حاليا مستخدمه، الاختبارات على المدى الوراثي الجينيتك تيست، اسميها اختبارات البي سي ار اللي انا راح اعتمد على المادة الوراثية للمايكرو اورجانيزمز او للاحياء بصورة عامة، حتى الهيومن حتى الانسان انا اسوي له جينوتايبنج، اسوي له تطبع وراثي. يعني ما هي طبعا احنا اخذناها بمحاضرة من المحاضرات انه الكل راح يكون حاوي على دي ان اي، ما عدا الفيروسات راح تكون دي ان اي وار ان اي. لذلك اذا تشوفون صعوبة الكورونا فيروس حاليا، لان الكورونا فيروس هو ار ان اي ويجدد نفسه بنفسه. بس نرجع لموضوعنا اللي هو اللابراتوري دايجنوستكس. اول شيء انا عندي انتستينال اميبياسيس، شلون راح اشخصها؟ قلت انه انا راح اشخص عن طريق شنو؟ اول شيء فحص بالسلايد، فراح اشوف يا اما التروفوزويت بالدياريا الاسطول في حاله انه انا عندي يعني اسهال كلش قوي، او راح اشوف سيست في حاله انه انا عندي سيمي سوليد اسطول شبه صلب. هذه خلصنا من عندها. طبعا اهم صفه اهم شيء لازم نركز عليها في حالة الدياريا الاسطول، لازم اني افحص ضمن الساعة الاولى من جمع العينة. ليش؟ لان ممكن يصير عندي جفاف للعينة، لازم اثبت اخلي لها ليبلد على الكونيكال على الفلاسك اللي اني ماخذة بيها، على الكوب مثلا الكبس اللي هو اني السكرو كب اللي اني دا اجمع العينة بيه، اثبت الاسم، اثبت العمر، اثبت وقت اخذ العينة. هذا جدا مهم، لان اذا مرت عليها ساعة بالمختبر واني ما اشتغلتها اهملها احسن، ما راح تعطيني اي نتيجة. ممكن انه انا راح اروح القى بيها بس والقى بيها ار بي سي، كل شيء ما القى بيها. هاي اول نقطة. النقطة الثانية في حالة انه انا دا ابحث عن السيست، دا ابحث عن الاكياس بالستول، اذا لقيت انا الستول سيمي سوليد شفته صلب شوية، انا ايش راح اخذ؟ ما ادور تروفوزايت، ما ادور هسه عندي الطور الخضري، لا ادور الطور الكيسي اللي هو طور الكيس. ايش راح اخذ؟ اخذ على الاقل 3 فحوصات، 3 سلايدات بال3 اماكن مختلفه من العينه، حتى اقدر اقول يابا انه اني هذه عندي انتميبا هيستولايتيكا سيست. لان في حاله انفكشن ممكن انه هي موجوده عندي، باي ذا واي ممكن انه اني يصير عندي خلط بجماعه من البكتيريا تشابه لي اياها بالتركيب، فلذلك اني ما اجزم بسلايد واحد واقول يابا هذه نتيجه الانتميبا هيستولايتيكا. هسه شلون راح اميز الانتاميبا هيستولايتيكا؟ عن طريق 2 كرايتيريا. اول شيء راح اشوف اني طبيعه النواه الموجوده بالتروفوزويت، وقلت انه التروفوزويت راح يكون حاوي على نواه مركزيه، وهاي النواه المركزيه انا راح اقدر اصبغها بالكروماتين وسميتها الكاريوسوم. هذه خلصنا من عندها وتكون سنترال سمول سنترال نيوكليوس. بعد الثانية عن طريق السيست، السيست ايش قلت انا ايش راح القى بيه؟ راح يكون حاوي على 4 نويات، يعني راح اشوف السايز وراح اشوف النمبر اوف ذا نيوكليوس. اذا لقيت 4 نويات ب4 سلايدات اقول يابا انه هذا عندي الانتاميبا هيستولايتيكا. هسه اريد اشوف الكومبليت اكزامينيشن فور سيست ايش راح يضمن لي؟ انكلود اول شيء راح اخذ وات ماونت ان سلاين، راح اخذها بالبداية اروح اخلي لها نورمال سلاين، وراها راح اخلي لها ايودين ستيند وذ ايودين، وراها راح اسوي لها فيكسيشن، وراها راح اضيف لها ترايكوديرم. هذه الترايكوديرم هي الصبغة الاساسية بالطفيليات، واحنا اساسا هسه نستخدم جيمزا ستين. اذا تروحون للمستشفى تلقوها يا اما يستخدمون لشمن يا اما يستخدمون جيمزا، فعادي يعني هم مسوي لها خلينا نقول احنا الصبغة البديلة لها. هاي كل التحضيرات helpful in distinguish in amoebic from bacillary dysentery، حتى اقول يابا انه اني هذا عندي الاصابات هنا طفيلية مو عندي الباسيلاري دايزنتري، هاي جماعة الباسيلاس. هاي هنا الاسهال مو سببه بكتيري، لا اقول يابا هذا الاسهال سببه طفيلي. النوع الثاني من الفحوصات اللي هو سيرولوجيكال تيست،
الفلوسات المصرية. قلت أسحب بلاد وأفصل البلاد، راح أفصله إلى سيرم بلازما وأروح أفحصه عن طريق الإندايركت هيما جلوتينيشن. هذا تيست، هذا أنا شنو عندي؟ عبارة عن كيت خاص، كل طفيلي إلى كيت خاص، أخلي قطرة من السيرم وأخلي قطرة من الكيت اللي هو راح يكون عبارة عن أنتيجين أنتيبادي، أخليهم اثنيناتهم. أرجع للليفلت إذا صار عندي تلازم تجلط دموي، أرجع للليفلت مالت الكيت أشوف إنه هي إيش كاتب لي بالكوتيشن مالتها، إيش كاتب لي بالتعليمات مالتها. إذا صار عندي تجلط هذه بوزيتيف لو نيجاتيف، وأنطي النتيجة. آخر شيء ديتكت نيوكليك أسيد أوف ذا أورجانيزمز، يعني راح أجي أفحص المادة الوراثية أو الأحماض النووية لمن؟ للأورجانيزمز. هذا إيش راح أستخدم هنا؟ أستخدم البي سي آر اللي هي البوليميريز تشين رياكشن. هسه راح أخذ التريتمنت، المعالجة. The treatment of choice for symptomatic intestinal amebiasis، يعني أنا للهيباتيك أبسس والسيستماتيك راح أنطيهم شنو؟ مترانيدازول والتينينيدازول. أنطي مباشرة يا إما فلاجين يا إما تينينيدازول. السيبتوماتيك سيست كارير، يعني أنا أقول إنه هذا ممكن ما تعالج، هذا راح يظل حامل للمرض. إيش راح أنطي؟ راح أنطي الأيدوكوينول وراح أنطي وياها البارومايسين. هسة البريفنشن، أريد أمنع هاي الإصابة كلها، شلون راح أمنعها؟ أول شيء avoiding، يعني أتجنب avoiding fecal contamination of food and water، راح أتجنب ملامسة الأغذية الملوثة بالأغذية الملوثة والأطعمة. بعد عندي نظافة شخصية good personal hygiene such as washing hand، يعني أنا دائما راح أجي أغسل إيدي. purification of water supply، دائما راح أنقي الماء اللي أنا أستخدمه أو المياه بصورة عامة أنقيها حتى إذا استخدمتها في حالة غسل الخضروات. in area of endemic infection، يعني أنا عندي endemic وعندي epidemic. endemic يعني في حالة ظهرة الإصابة، خلينا نقول بخمس أشخاص بمكان واحد، هذه المناطق لازم يطبخون أكلهم بصورة صحيحة، يعني يخلوه يغلي أكثر من اللزوم، لازم هم يعني يغسلون الخضروات بصورة صحيحة. هذا بما يخص الانتاميبا هيستولايتيكا. راح ناخذ النوع الثاني اللي هو الفلاجيليتد المصوتات اللي هي الجياردية لامبيلا، تسبب لي الجيارديازس. طبعا الجياردية تشبه البنية لابسرطة بالضبط، احنا هيك كنا نشبهها بالسلايدات من نشوفها تحت المجهر. اللايف سايكل مالتها همينة راح تكون طورين أساسية اللي هي التروفوزايت والسيست. التروفوزايت هي البنية، طور الخضري هيك خلوها البنية تتحرك، التروفوزايت الطور الخضري مالتها. أول شيء راح تكون spear shaped with two nuclei، تشبه العرموط بالضبط، راح تكون two nuclei، عندها هذولي النواتين راح تكون كبيرة بالحجم وهاي النواتين حاوية على nucleus فتنطيها منظر العين بالضبط. four pairs of flagella، عندها أربع أصوات، إحنا كنا نقول هاي الأربع أصوات الشعر مالتها. and a suction disc with it which is attached to the intestinal wall، وعندها سكينج سكر محجم، هذا المحجم يخليها تثبت بالأسطح مالت الجدار الانتستاين جدار الأمعاء. راح أروح على السيست مالتها، أوفال سيست، أوفال سيست بيضوي كروي، ثيك وولد وذ فور نيوكليا، هم يعني راح يكون الجدار مالته سميك ثيك، ما قلت هناك ثيك أبد نهائيا، هنا أنا جيت الكلمة ثيك وولد، جدران مالته راح تكون سميكة. وذ فور نيوكليا عندها أربع نواط and several internal fibers، عندها ألياف داخلية. كل سيست راح ينطيني إلى كل سيست واحد ينطيني يطور two trophozoites، اثنين trophozoites. هاي العملية إيش راح أسميها؟ during excystation in the intestinal tract. excystation يعني يفتح الكيس داخل الintestinal tract. الباثوجينيسيس